السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كتشوفوا معنا اخوتي هنا في اليمن ديالي جي اش 6، واللي قدامه هنا جي اش 3، جي اش 3. وهنا في اليسر ديالي عندنا العملية ديال تبليط الجنبات، هنا جي اش 5، واللي قدامه هنا جي اش 2. هنا مشروع الرياحين، مشروع الرياحين اللي كنشوفوا فيه الاشغال على قدم وساق، الاشغال في كل مكان، الاشغال يعني غادي بواحد الوتيره اللي هي ممتازه. اليوم غنقربوكم من الشقاق ديال الناس اللي داروا القرعه في مشروع الرياحين. وكما كتشوفوا معنا اغلب الشقاق اللي في البرومي فكلهم تقريبا فيهم لي بالكو، كتقدروا تلقاو البالكو في بيت النعاس، وكتقدروا تلقاو في البيت النعاس وفي الكوزينه في بعض الاحيان. فكما كتشوفوا معنا هنا في اليسر ديالي دابا جي اش 2، وهنا جي اش 3، ومن ورا جي اش 3 اللي غادي نلقاو جي اش 4. في انتظار كاين مجموعه من الاليات خدامه، فما لقيتش منين ندوز، غادي نحاول نطريت مره اخرى ان شاء الله، وغادي نقربكم من اخر التطورات. هنا الطريق اللي غتخرج ملي غيدخلوا الناس ان شاء الله في التسليم قريبا ان شاء الله. هنا ميموزه، هذه ميموزه اللي على اليمين ديالي، وهنا اليسر فهنا كنهضروا على مشروع الرياحين. مشروع الرياحين هنا غادي ندخل مع الطريق، عندنا العمارة 32 في اليمن، اليسر 33، اليمن عاوتاني 31، اليسر 34. فكنشوفوا بعض اللمسات، بعض الرتوشات هنايا المتعلقة ب يعني هذوك البواطات ديال الضو، كنشوفوا مجموعة من الإصلاحات الرتوشات هنايا في المشروع ديال الرياحين في جي اش 2. وكنبغي ناكد على واحد النقطه مهمه، هو انه جي اش 2 من اول لي سيكتور اللي غيتم التسليم ديالهم. جي اش 2 والجي اش 5 مباشره من وراهم غيكون جي اش 6 والجي اش 3. فكما كتشوفوا معنا هنا مشروع الياسمين، مشروع الياسمين كما كتوضح الصوره، هاد الشوارع كلها شملاتها عمليه الاسفلت كما كتوضح لكم الصوره الاخوان. هنا في اليسر ديالي العماره 45، هنا في اليمين ديالي العماره رقم 24. يعني كنشوفوا عمليه الاسفلت دازت هنا، فالشقق حاليا بقات لهم واحد النقطه، وهي ان شاء الله غتشملهم بعض الامور المتعلقه بالصباغه، وغنشوفوا مباشره جاهزين للتسليم بعض الرتوشات الاخيره. فالشقق راهم واجدين فينين ناضيين، مسألة وقت فقط، وغادي نشوفوا إن شاء الله الشقاق كيدخلوا لهم مالي ومعمة قريب إن شاء الله. مشروع الرياحين اللي كيتكون تقريبا من واحد 8000 شقة، واللي كينقسم لتسعود ديال لي سيكتور تقريبا، فأكيد أشغال كبيرة كتسنانا هنا في الرياحين، كتسنانا مجموعة من الأمور اللي غنحاولوا نقربوكم منها إن شاء الله. هنا في اليسر ديالنا كنلقاو المشروع ديال ميموزا، هنا ميموزا جيران الناس ديال الرياحين، والرياحين جيران الناس ديال الياسمين، والياسمين جيران الناس ديال ميموزا. فكتشوفوا معنا هنا ميموزا، فكنا كنتمناو ان تكون شي طريق اللي اكيد غتكون الطريق هنايا، هما مخليين الطريق هنايا اللي غادي تخرج لجهه ميموزا، اكيد غادي تشوفوا مجموعه من التغييرات. هنا كنشوفوا الاعمده الكهربائيه ركبات الناس ديال العماره رقم 1. السلام عليكم الناس ديال العماره رقم 1 في مشروع الرياحين، السيكتور 2 العماره رقم 1 هي في اليسر ديالي، حداها العماره رقم 2 و3 و4 و5. فالله يدخل عليكم الشقق ديالكم بالصحه والعافيه وطولة العمر، الله يدخل عليكم الشقق ديالكم بالصحه والعافيه وطولة العمر. العماره رقم 5، العماره رقم 6 كما كتشوفوا معايا هنا، غادي نلقاو حداها العماره رقم 7، غادي نلقاو كذلك العماره رقم 8. فالترقيم متواصل هنا، الجميل في الامر هنا العماره رقم 7، الجميل في الامر هنايا كنتمنى من الله صادق ان نشوفوا الطريق خارجه هنايا، واكيد غادي تخرج في جهه الياسمين. هنا الياسمين السيكتور 5 فراه جاهز، هو والربعه والثلاثه والجوج والواحد. فبعض الرتوشات هنا كنشوفوا الناس ديال الريف، عفوا ماشي الريف، الناس ديال العرجه حي الفتح، امورات مهمه كنشوفوها صراحه في الجنبات هنا. الله يسخر يا ربي، الله يسهل على الجميع، والسويرتات ان شاء الله عما قريب. وبالنسبه للشقق الخضر انا صورتهم لكم من قبل، الشقق ديال الرياحين ما كاينش الفرق بيناتهم، ربما الفرق نقدروا نلقاوه في شي شوكه لا قدر الله، هذا هو اللي كاين، لان العمارات اللي كيكونوا شوكه كتكون فيهم يعني اشغال، كتكون فيهم المساحه زايده شويه، هذا هو اللي كاين. هنا كما قلت لكم الجزء السفلي بحكم كتكون العمليه ديال التبليط وهذا كتكون شويه الغبره وهذا، فالصباغه غادي تستمر ان شاء الله باش تفيني باقي الرتوشات، والامور غادي تكون مزيانه ان شاء الله عما قريب.
ربما اليوم السبت فنهاية الأسبوع القادم، فلا ربما غنقول لكم السيكتور جوج والخمسة والستة غادي يكون في واحد التغيير كبير وكبير بزاف، حتى من الطريق اللي غتدخل لهاد المشاريع فهي تعزلات. هنا على اليسار ريتاما يساليو باقي لي سيكتور، غيكون التسليم ديال هاد جي اش 2 والجي اش 5 والجي اش 6 والجي اش 4، لكن قريبا سنقول لكم ان شاء الله الاشغال عن قرب فيما يتعلق بالباقي ديال لي سيكتور. الباقي لي سيكتور هنا كنشوفوا عندنا المكان ديال تركيب الاعمده الكهربائيه، فالامور خدامين ما كاينش التوقف الاخوان، الله يسخر الامور. نلتقي في فيديو جديد مع الجديد ديال قاطين يدور صفيح بمدينه تماره والسخيرات في المشاريع الجديده بمدينه السخيرات. الله ييسر لكم مصعب والله يدير لي فيها الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.